ركعات متتالية. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمدا. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد عند الرضا، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على حمدنا إياك. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما رزقتنا وأعطيت، وقنا واحمنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يدين من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد ربنا على ما قضيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا غاية رغبتنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك في ليلتنا هذه يا رب العالمين، ألا تجعلنا ننصرف من هذا المكان إلا بذنب مغفور، وبعيب مستور، وبعمل متقبل مبرور، يا عزيز يا غفور. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وإنفاقنا، واجعلنا يا ربنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في ليلتنا هذه يا رب العالمين، أن تعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا والحاضرين والحاضرات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. نسألك أن تعتق رقابنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم لا تجعلنا في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا إلى أهله سالما غانما رددته، ولا عازبا إلا زوجته، ولا مبتلا إلا كشفت بلواه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء همومنا، وذهاب غمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه، على الوجه الذي يرضيه.
يرضيك عنا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، واجعله شاهدا لنا لا علينا. اللهم نور به قبورنا، وثقل به موازيننا، واجعله سائقا لنا إلى جناتك جنات النعيم، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم ألبسنا به الحلل، وسكننا به الظلل، وارفعنا به الدرجات العلى في جناتك جنات النعيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، واجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين. اللهم احقن دماء المسلمين في اليمن يا رب العالمين. اللهم أبعد عنهم الأمراض والأسقام والغلاء والشدة والبلاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم اشف جرحاهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم الطف بالضعفاء والمساكين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن مع المستضعفين في العراق وفي فلسطين وفي بورما وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، نسألك في ليلتنا هذه أن تجمع كلمة المسلمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا أبناءنا وبناتنا في هذه البلاد وفي كل مكان. اللهم أمننا في مساجدنا، اللهم أمننا في مساجدنا وفي بيوتنا وفي كل مكان في هذه البلاد يا رب العالمين. اللهم أدم عليها الأمن يا رب العالمين. ربنا دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.